متابعينا الكرام، مرحبا بغضب لفلاح بن سعيد المطيري الحاضر مع غضب اللقي، متابعينا الكرام ولد بعير الأمير سلطان بن عبد العزيز سلالة العزيزي، مشترى من محمد بن صالح القاضي، وهو أول مشاركة له وأول حضور له، متابعينا الكرام غضب الحاضر في هذا اليوم والمتواجد من أجل المنافسة بهذا الحضور وهذا التواجد، فلاح بن سعيد المطيري الحاضر متابعينا الكرام والمتواجد في هذه المنافسة بهذا القعود. القعود غضب من سلالة العزيزي ولد بعير الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه. سلالة العزيزي غريبة عن التعريف، سلالة من أندر السلالات اقتناء الأمير سلطان الله يرحمه وبعده الأمير نايف، وأول مشاركة لهذا القعود السن لقي ومشترى من محمد بن صالح القاضي، مشاركة غضب اليوم للمالك فلاح بن سعيد المطيري، مشاركة مميزة كأول مشاركة له في هذا الشوط. القعدان النادر لليوم وتنافس على هذا الشوط، واللي بيتكلم عن سلالة العزيزي تعتبر السلالة القوية اللي تنافس السلالات القديمة في الإنتاج وفي الزين، وسلالة اقتناها الأمراء والشيوخ لزينها وحبهم للزين من بداية تكوين الابل. هذا حضور غضب وتواجد فلاح بن سعيد المطيري في هذا اليوم والحاضر بهذا القعود اللقي، متابعينا الكرام ولد بعير الأمير سلطان بن عبد العزيز أحد السلالات العريقة والشهيرة، متابعينا الكرام مشترى من محمد بن صالح القاضي، وهو أول مشاركة له هنا في مهرجان الملك عبد العزيز. نتمنى له التوفيق بإذن الله. حضور قعدان في هذا اليوم لأول مشاركة، هل تستطيع المنافسة مع بقية الأسماء التي حصلت على إنجازات في النسخة الماضية؟ أي نعم أخوي أحمد، في القعدان أول لها مشاركة وتنافس على المراكز الأولى، سواء القعد غضب أو القعدان اللي عرضت، هذا اللي حضر بأول مشاركة.